وربنا يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويأتي البيان القرآني مؤكدا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويتأكد الأمر في سورة الذاريات في الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون، ذلك ما ترجمه أحد الحكماء في قصيد حكيم: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص لك في الدين، لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. سورة ياسين الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين.